من مدرسة فاروق رجب، الحلقة الأولى للبنات. رح نشوف اليوم الصفوف بعد عودة الحياة لهيدي المنطقة بفضل سواعد الجيش العربي السوري، وخاصة المسيرة التعليمية يلي ما لازم تتوقف رغم جميع الظروف، ونحيط أيضا بأخذ الإجراءات الاحترازية لكورونا. رح ندخل على الصف ونشوف الطلاب. صباح الخير. يعني اليوم نحن متواجدين معكم بحلقة خاصة. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. يعني قم للمعلم هو فيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني مسيرة العلم رغم كل شيء نحن مستمرين فيها. احكي لنا شوي كيف عدد الطلاب، كيف نسبة الدوام؟ هلا بالنسبة لعدد الطلاب عنا العدد هو 15 بنت ضمن الصف، طبعا التباعد المكاني ضمن الطلاب. الدوام نسبة الدوام ممتازة، يعني الطالبات كلهم مداومين، كلياتهم ضمن حيوية ضمن نشاط، مو ثابرين، مقبلين إلى للعلم. تمام، خبرينا شوي، مثل ما بنعرف هالمنطقة وتحديدا بلدة حموري تعرضت لأبشع أنواع الإرهاب التخريب، وخاصة استهدفت المدارس الأطفال يلي لهدم الحركة التعليمية. اليوم بفضل سواعد الجيش العربي السوري قدرنا نحن نعيد الحياة ونعيد ألق الحياة، وعم نشوف الأطفال اليوم على مقاعد الدراسة. شو بدنا نقول اليوم بهيدا المناسبة؟ هلا كل الشكر للجيش العربي السوري طبعا اللي هو بجهوده الباسله، وطبعا هالاطفال هي كلياتها كمان بتقدم شكر لهذا الجيش اللي هن رجعوا على مقاعد الدراسه طبعا، وهن ضلوا مثابرين ومتابعين هي المسيره التعليميه، لانه هن يعني رغم الظروف اللي هن مروا فيها عندهم اراده وعندهم تصميم لمتابعه العلم وكسب العلم. شكرا لك وكل عام وانت بخير. ايضا رح نشوف سلمى فرح، رح نلتقي الطلاب الطالبات الشاطرين اليوم. صباح الخير. صباح النور. نحن رح نسالها ورح نروح لعندكم وحده وحده. كيفك؟ الحمد لله. انت اول شيء عرفيني عن نفسك، شو اسمك؟ فرقه الطمعيه، قطر الندى دوارا، فرقه الشهيد محمود الزري، نحن الشهيد فاروق رجب. أهلا وسهلا فيكي قطر الندى، أول شيء اسمك كتير حلو. خبرينا اليوم قدام مبسوطة أنت اليوم بعيد المعلم، وقدام مبسوطة أنك أنت رجعتي تتعلمي وتدرسي. احكي لي اليوم قديش أنت اليوم مبسوطة على مقعد الدراسة؟ كتير. شو بدك تقولي للي عم يعلموكي، للأساتذة، للمعلمين، للأنصات، شو بدك تقولي لهم اليوم لكم إنكم علمتوني قراءة والكتابة. وشكرا لك يا قطر الندى. ايضا كمان رح نشوف الطالبه، عارفيني عن نفسك؟ الرفيقه الطلعيه دالين صفايا من فرقه شهيد محمود الزريع من وحده شهيد فاروق رجب. اهلا وسهلا فيك يا دالين، قديش اليوم مبسوطه انك عم رجعتي تدرسي وتتعلمي، وشو بدك تصيري بس تكبري؟ انا مبسوطه كثير لانه اليوم في عيد المعلم، وانا بس اكبر بدي اصير طبيبه. بدك تصيري طبيبه؟ بدك تضلي هون تعالجي العالم اللي هون؟ ايه. شو بدك تقولي للجيش السوري يلي حمانا ويلي رجعنا على المقاعد؟ حسيتي بأمان؟ ايه والله حسيت بأمان، الله يخلينا اياه. شكرا لك يا دالين. وايضا مثل ما شاهدنا اليوم نسبة الطلاب كما قالت المدرسة انه هي نسبة جيدة جدا، او من نقول ممتازة اليوم لهيدا المنطقة.